للمرة الثانية شاكيرا تواجه تهمة الاحتيال على الدولة. الادعاء العام الإسباني قدم دعوى ضد فنانة البوب اللاتينية بتهمة التهرب الضريبي بمبلغ 7 ملايين دولار، بحجة أنها لم تعلن عن بعض الأرباح التي تلقتها مقابل جولتها الغنائية العالمية إلدرادو، والتي قامت بها عام 2018 حين كانت تقيم في برشلونة رفقة نجم كرة القدم جيرارد بيكي وطفليهما. ممثلو الادعاء الإسباني بحسب رويترز قالوا إن شاكيرا حولت الأموال حينها لشركات في بلدان ذات ضرائب منخفضة. الفريق القانوني لشاكيرا قال إنها لم تتلقى أي إخطار بالقضية الجديدة في مقر إقامتها الحالي في أمريكا، في حين اختارت الفنانة المثولة أمام المحكمة في نوفمبر المقبل عن قضية أخرى تتهم فيها أيضاً بالتهرب من دفع أكثر من 15 مليون دولار كضرائب سابقة قبل أكثر من 10 سنوات.